أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكرون رَاعٌ مَنْكَ رَاعٌ إِنَّ رُسُلَنَا وهو الذي يسيركم في البحر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم في ريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جا وجاءهم الموج من كل مكان وظن

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَوْئُكُمْ عَلَىٰ متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب أصحاب الجنة <سؤال> هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعِظِيمُ